قيبت اللبادي وادت كينو ظلميه نوعية ذو آد بأفر بضنط وحاكم إذا دت كينو كد ظلميه إنو الدله إنو عايو إنو قراعو حوله هذا إنو قاطو أنت بعيرد جودة إنه وحكة شجعة أود الله يستو إهانة يستو أنت بظلم جا كمدي دعذي مالكي دويتو أو وحويان قفل بناء مقلي سيابها أود عنا وحويان لقد درك سيني هاي وحي كمتة ظلم جا إنه عيدي سخطرت آه أو وين بكمت وادل كبعد الجبد لا جود ريمي ما قال ذي إننا كنا عطي. ضد كسميين أيهن ضد مسلمين. كوا اللي جو سميين أيهن ضد مسلمين. بل أيهن ضد ولا لا. أو إسكو لقطة. أو إسكو مذبة. أو إسكو ديجانة. بل ولا جارها. أو إسيقانو درسها. إن قف مسلم بريئة. دم بيون اللهين لا قفته. أول الدلو. أول الجبه. من بني فلان وبني فلان اسمه جينو اسمه نجورسنو اسمه فمتقانا اسمه كوف منهن سيدا عدد إلا دولة يستقر لغو السمية أنواع دا ظلمي النوعية دا حنحن أو خطر طابي كمتا داد كوحا السمية وفعل كاس السميين وعدد يكدن بيسكونة كرت وحويان جهل جاهلية دي نبي الله محمد مركي الله صوى الصاري ومده وقدقه وقبيالد أهي oo waxa weeyaan kibirki jahiliyada lagu yaqaanay wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam inna allaha qad adhaba ankum ubiyata aljahiliya wa fakhraha bil aba ilahi wa idin ka kaxeyay kibirki iyo isla weyninki jahiliyada iyo faanki abayalka ay ku faanayeen mu'minun taqiyun wa fajirun shaqi ama qofku waa mu'min taqi ah nasabkiisa dadka agtooda haba ka hooseeyo hadii la rabo وهذا مؤمن تقي يا قيب وقيمه سوى حويان وحويا إلهي سبحانه وتعالى أكتي سوزن يا قيمة أيك لي وفاجر الشقي أما قفك وفاجر قبيل هبل أي قبيل هبل اللي يراه أما قبيل لأن يراها كذا شو هذا فاجر شقي يا هين إلهي أكتي سوى كليته لا بداس بعضك وقيم صلاة وحن النبي يري صلى الله عليه وسلم لا يدعن رجال فخرهم بأقوام هكتاجين أو هكتشوجين أو هكتشوجين رج أبيالك فانية إنما هم فحم من فحم جهنم أبيالك صار نقضي لحش جهنم النقضي وجبتي هكتشوجين أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان أما وحي النقنيان إلهي أكتيسك وكلي تكنه سيا بهلك اللي ده حار والوالك أما الدور شانك إلهي أكتي سكو وكلتين غني فانا إكو فانا يان آبيال إيام مقعي كسو تشيدان هكا تشوغينو هسك إلالي نبي صلى الله عليه وسلم وادي ذي قبيال الدان نباب بإسي أو دلكي نآفي سي أو مدي نكال قيب سي أو وحويان مانتي الحمضاس إيادر حمضا نقام موقتا نقارسي سي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كن يا أفر بقول أصنع كهر أيون نقد جهل ما أنت أنا ولد بضان هينا أثارتي ذي رادت كذي وواحد داريه إن كم مغضة وواحد علمه إن قال هذا أنا وجيني وواحد أن بني فلان يبني فلان وقيب صني وواحد واحد ويان ذات كدرس كأسكو دلة هيان أسكو جبه هيان واحد ويان وجاهلية داس نبي محمد نقد جهل صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه أي النبي يقول له صلى الله عليه وسلم مؤمنك ووالالك مؤمنك كالي مسلمك ما ظلميه ولا يخذله مهوتيه ولا يحقره ما اللي يده ما حاقفك الدنبي غفلا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم قفك وحا شر غفلا ولا الكيس مسلم كائن حقر اللي يده أي شر غفلا هذا اللي يده وقدر فعل أو دل وقدره أو قبيد وقدره أو عذاب كلا وقصي الدره كبا صي الدره وإن إلهي سبحانه وتعالى جريمة داس نعضي وحويان آديات إلهي درتي اللي قبر النقضة أو وحويان وحا نوع عاصة يا وحا لمتك أو قبيالة دقة ضدك السبعين يا ضدك ودن معها
dadko dhana ma wada xuma afraad ayaa samaynaysa ashkhaas baa samaynaysa qabiil wada fiican ma jiro qabiil wada xunna ma jiro waxa weeyaan dadka waxaa samaynaya waa in laga wacyigeliyaa oo arrintaas waxa weeye aad iyo aada looga hor yimaadaa oo looga dhidhiya dadka dhibaatada ay ku dhacday ninkii dhibaatadaas ay ku dhacday oo ilmo fara badan ka tegay ilaa 12 meelahaas iyo laba xaas iska xoogsata ahaa wax weyn aan haysanin waxaan leenahay ha loo gurmado oo ha la taageero oo ha loo kaalmeeyo ilaahay dartiis aad baa dadku runtii uga xumaadeen dad badan oo waxa weeyaan ka hadlay oo naxdinta arrintaas la ka hadlay baa badan khayr badan ayaana muuqda maadaama hal mar isku cod lagu yidhi waxaas inay tahay wax khalad ah oo dembi jarima ay tahay waxaan loo dulqaadan karinna ay tahay oo laga beri noqday waa faa'iido weyn oo weyn oo la gaaray weyn ilaahay mahadii subxaana wa tacaala laakiin in loo gurmado oo wixii loo heli karo loo kaalmeeyo oo la garab istaaga ay waa shay laazim ah xaqna nagu aweyo walaalka muslimka ina nagu leeyahay laba arrimood baan rabaa marka inaan ka digo mid waxa weeyaan qofka u gurmanahaya dad badan baa isxil qaamay idaacado badan telefisiyoono badan ummado dhan hay-ado dhan arrintaasay u istaageen xoolahaas la aruurinahayo iyo waxaa la bixinahayo in la xaqiijiyo agoontii inay gaarto sida wax loo aruuriyo looma geeyo qofku marka inuu ku didaalo waxa uu bixinahayo gacanta uu u dhiibahayo iyo cidda uu u dhiibahayo inuu asagu booqdo meesha laftigeeda tago asagu iyo dembiyadiin ugu dhiibo iyo inuu cid uu ku kalsoon yahay u dhiibo waa in lagu dadaalaa oo waxaas waxa weeyaan aysan qaar meel dhexa ku harin ama aynan sarifmin ee sida ay tahay dadkaa dhibaatadu ay gaartay loo gaarsiiyo taasi waa mid qodobka labaad qadiyadda iyada ah dad baa dana kale kaga faa'iidaysanaya waa in laga digtoonaadaa dadka dhallinyarada ah oo laga yaabo sheekooyin inay dhex maraan oo waalidkood laga yaabo asbaabo jir inay iskugu diidaan oo asbaabo saxa noqon karaan inay qadiyadaas looga faa'iidaysto in wax kasta la yidhaahdo suuqa madow baa lagu dhammaynayaa in la yidhaahdo oo hay-ado iyo inta la boonbooniyo layaa wixii la isku diidaaba ha yimaadeen waa la maalgelinayaa waa la isku aroosinayaa oo arrinkaasi uu abuuro fitno iyo dhibaato qoysaska hooyooyinka iyo aabba aabbayaalka iyo ilmahooda dhexdooda ay ka timaado ilmo badan oo waalidkood ku caasiya oo waxa weeyaan sameeya afcaal aan fiicnayn in lagu dhiirigeliyo oo sidaas loo muujiyo ayadana way laga digtoonaadaa dad baa jecel dadka noocaas ah inay soo baxaan oo wax alla wixii israadsanahayo oo dhanbaba dariiq aan sax ahayn wuxooda intay ugu dhammeeyaan masna laga yaabo inay yidhaahdaan dibadahan u qaadaynaa oo ay gaalaysiiyaan dalka iyo diinta iyo dadkoodana ay ka gooyaan oo ay nacsiiyaan oo ay yidhaahdaan ma dadkaasaa diin la wadaagaysaan diinta sheeganayaan maxay tahay dadka sidaa u dhaqmahaya ma kuwaasaa dal la wadaagaysaan oo sidaas looga faa'iidaysto oo ay keento waxa weeyaan inta la xero taraariyo in dadkii la gaalaysiiyo khatar la gaarsiiyo arrintaa iyada ana waa in laga digtoonaadaa oo aad iyo aad la iskaga ilaaliya allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi lakhirati xasana waqina cadaab annaar allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma acizz alislaam walmuslimiin waadila ashirka walmushrikiin dammir acdaaka acdaa addiin ya qawiyu caziiz ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين